طعون تاع 2001 و2002 انتهينا منها. هي تقريبا كانت تخص الارقام راه عندي تقريبا 13000 حوالي، كانت فيه 13912 الموافق عليهم 7937 الموافق 37 والمرفوضة 2942 يبقى 3033 فيه تكملة الملفات تاعهم بعد دراسة الطعون في تحقيقات. التحقيقات بالنسبة لعدل 2 الآن رانا في وشك الانتهاء بالنسبة للتحقيقات اللي خصت ما حوالي 600 ألف تحقيق بين الزوج والزوجة، وإن شاء الله في بداية ستنطلق العملية في إعطاء نتائج تحقيق من بداية شهر مارس، تتواصل حتى النهاية باش يكون تحقيقات. وهنا كذلك نسمحوا للمواطنين اللي راه عندهم رفض ان يكون فيه طعون بالنسبه لعدل 2، والعمليه ستتواصل بنفس الوتيره.